السلام عليكم واهلا ومرحبا بكم في مطبخ وصفاتي. نتمنى ان شاء الله تكونوا بالف صحه وعافيه. اليوم ان شاء الله غنحضر معكم السمك بواحد الطريقه مختلفه، كيجي رائع لا في الشكل ولا في المذاق. قبل ما ندوزوا الوصفه ما تنساوش تدعموني بلي لايك ديالكم، والا كنتو جداد مرحبا بكم في مطبخ وصفاتي، اشتركوا في القناه وفعلوا جرس التنبيهات وكذلك ضغطوا على الكل باش هكا يمنا ينشر شي فيديو دائما يوصلكم الجديد. وبالنسبه للناس اللي ما عارفينش، فانا عندي صفحه على الفيسبوك سميتها شهيوات بلادي، مرحبا بكم، ديروا متابعه وكذلك لايك لاباج باش دائما توصلوا بالجديد ديالي. وكما تعودنا دائما قبل ما نبداو اي وصفه ما نساوش الصلاه والسلام على رسول الله، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. ودابا خليكم مع الوصفه وكيفيه التحضير. بسم الله على بركه الله. اول حاجه غنجهز معكم التتبيله، غنحتاج معلقه كبيره ديال الكمون، من الافضل يكون عندكم هكا الكمون مطحون على اليد لان النكهه ديالو كتكون قويه احسن من هذاك اللي كناخذو يعني جاهز. الحقيقه هذاك ما فيه لا نكهه لا مذاق، لهذا من الافضل ديروا يعني الكمون اللي كيكون حبيبات وطحنوه في البيت ديالكم. معلقه صغيره ديال الحار، بالنسبه للحار كيبقى على حسب الذوق، انا عندي هذا الحار ما حارش بزاف لهذا كنكثر منه. معلقه صغيره ديال الكركم ولا الخرقوم، كذلك معلقه صغيره ديال التحميره ولا البابريكا ولا الفلفله الحلوه مطحونه على بركه الله. كذلك غنحتاج معلقه صغيره والنص ديال الثوم بودره. الا كنتو كتوفروا على الثومه طريه يعني من الافضل ديروها، فهي كتجي افضل مع السمك. في الحقيقه انا ما كنتوفرش عليها، لهذا درت الثوم بودره على بركه الله. كذلك كنحتاج 3 ديال الملاعق كبار ديال الصلصه ديال السوجا، لان عندي كيلو ونص ديال السمك، كل نص كيلو ديال السمك كنديروا له معلقه كبيره. بالنسبه لهذا الصوص ديال السوجا فهي كتخلي السمك ديالكم يجي رائع، ننصحكم تجربوه بهذا الصوص على بركه الله. وهنايا غنضيف شويه ديال الماء باش هكا هاد الشرموله تخفف شي شويه. وبالنسبه للملح كما لاحظتوا معايا فانا ما ضفتوش مع التوابل لانني ملحت السمك. بسم الله على بركه الله، هنايا عندي السمك اللي نقيته ونضفته مزيان على بركه الله بحال هذا الشكل كما كتلاحظوا معايا. كنحيدوا له داك السنسور اللي كيكون الداخل وكنقيوه. بالنسبه للنوع ديال السمك فانا درت هذا النوع هذا ديال السردين اللي كيكون صغير، يعني السردين اللي استخدمت انا ماشي داك النوع اللي كيكون كبير، غير هذا اللي كيكون صغير. كنحيدوا له البشر ديالو وكنقيوه. بسم الله على بركه الله. كما ذكرت لكم بالنسبه للكميه فانا عندي هنايا كيلو ونص، وانتم كتبقى يعني على حساب الحاجه ديالكم، كل واحد كيدير يعني الكميه اللي غيستهلك على بركه الله. انا هنايا غنخدم باليد ديالي وانتم يعني كيبقى على حساب الرغبه ديالكم. كنحاولوا كي نزل غير بشويه لان الكميه ديال السمك عندي كثيره، الا نزلتها كامله ما غتبغيش تبدل معايا. على بركة الله. وبالنسبة للسمك من الأفضل تخليوه كيرتاح تقريبا هكا واحد نص ساعة ولا ساعة، أنا في الحقيقة ما عنديش بزاف ديال الوقت، غنخليه تقريبا هكا واحد 15 دقيقة وغندوزو إن شاء الله باش نكملو على الوصفة ديالنا. بسم الله على بركة الله. بالنسبة للسردين ولا السمك كما ذكرت لكم من قبل فأنا ما خليتوش بزاف، إلا كان هكا عندكم الوقت خليوه هكا واحد ساعة، لأن هاد السمك قد ما كنخليوه في التتبيلة ديالو كيجينا بنين. وبالنسبة لهاد السمك فأنا حيدت له هاد الشويل ولهذا الديل، وكذلك كنحيدوا له هاد الفلفاله اللي كتكون هنايا. بالنسبه لهاد الخطوه يعني كتبقى على حسب الرغبه ديالكم، يمكن لكم تحيدوه وعاد تبلوه ولا تبلوه وعاد حيدوه. انا كنفضل حتى كنتبلوه وعاد كنحيد له هاد الرويشات اللي كيكونوا هنايا، لان السمك ملي كنخلطوه هكايا ما كيبقاش محافظنا هكايا على الشكل ديالو، وانتم يعني كيبقى على حسب الرغبه ديالكم. وهنايا كما كتلاحظوا معايا كنحيد داك الاشواك كاملين اللي كيكونوا في الظهر، وكذلك داك الديل ولا الشويل على بركه الله. وهنايا غنحتاج هنايا شويه ديال الدقيق. بالنسبه للدقيق كنديروا له شويه ديال التوابل باش يجينا كي بنين، غندير له شويه ديال الثوم بودره نص معلقه. كذلك بالنسبه للحار كيبقى على حسب الرغبه، الكركم ولا الخرقوم، وكذلك غندير معلقه صغيره ديال البابريكا ولا التحميره ولا الفلفله الحلوه مطحونه، شويه ديال الملح على بركه الله. وهكا الدقيق ديالكم غيجي بنين، يعني داك الطبقه الاخيره كتجي بنينه، لهذا من الضروري تبلوه كي الدقيق. وبالنسبه لهاد الدقيق يعني من الافضل تغربلوه باش هكا المكونات كاملين كيندمجوا مع بعضهم، يعني ما بقاش هكا كنحركوا غير في الملعقه، هكا العناصر داغية كيندمجوا معنا. كذلك غنضيف واحد الكيس ديال الخميره الحلويات من وزن 8 غرام على بركه الله. كذلك غنحتاج جوج حبات ديال البيض، غنضيف لهم شويه ديال الملح. بسم الله على بركه الله. وفي هذه الاثناء كنديروا المقلاه فيها شويه ديال الزيت وكنديروه يسخن، وكنديروا كيس السمك ديالنا في الدقيق، ومن بعد كننزلوه كيف البيض،
كنرجعوا للدقيق. على بركه الله. وهكا كل مره كنديروا كيف الدقيق اللي تبلتو من قبل وفي البيض، ومن بعد كنردوا الدقيق. على بركه الله. وكما ذكرت لكم من قبل كنديروا الزيت يسخن في المقله وعاد كندوزو باش نديروا السمك الدقيق. ودابا الزيت راه سخون، وبالنسبه للشعله كتكون عندنا الشعله متوسطه، ما تكونش ناقصه بزاف وفي نفس الوقت ما تكونش مجهده. وكنديروا كي واحد الكميه ديال الزيت، يعني ما كنديروش الزيت قليل. وبالنسبه للحبات اللي بالكم كاين ما بقاش فيهم الدقيق، زيدوا لهم هكا شويه ديال الدقيق وعاد نزلوهم في الزيت، لان السمك ملي كنديروه كي على بعضه ما كيبقاش فيه داك الكميه ديال الدقيق اللي درنا له في الاول. لهذا من الافضل كي الحبات ديال السمك ما ديروش كميه كثيره، ديروا غير الكميه اللي غتحتاجوها ديروها في المقله. وعلى شعله اللي كتكون متوسطه خليوا السمك ديالنا حتى يتحمر على بركه الله. وبالنسبه للسمك ما كنغفلوش عليه، ملي كيبان كيتحمر كنقلبو، لانه غير حتى داير كيتحمر. على بركه الله هاد الحبه راه طابت. وهنايا كنجيب لك واحد الشبكه قدامي وكنبدا كاين اللي قليته كنحطها في الشبكه. كذلك ممكن ديروها كاين الورق النشات. بالنسبه لهذا السمك راه دغيا كيطيب. على بركه الله. وبنفس الطريقه غنستمر. انا هنايا درت السمك كيف واحد القطاعه وخليت كل وحده بوحده، يعني جاتني هاد الخدمه هادي افضل. السمك كامل كيبقى هاز داك الكميه ديال الدقيق، ملي كنديروا الحبات هكا على بعضهم يعني كيلصقوا. المهم يا احبائي غنستمر بنفس الطريقه حتى غنكمل الكميه اللي عندي ونرجع معكم ان شاء الله. بسم الله على بركه الله. وهذا هو السمك اللي حضرت معكم، ولا السردين بطريقه مختلفه، كيجي رائع، ننصحكم تجربوه، كيجي مختلف تماما على السردين اللي كتحضروه كيا دائما. وهنايا غنوريكم واحد الحبه كما كتلاحظوا معايا، كتجي على شكل كيجي محمر من التحت ومن الفوق. بسم الله. وفي نفس الوقت ما كيجيش هكا مشرب الزيت ولا شي حاجه، الحقيقه كيجي المذاق ديالو رائع. وكما ذكرت لكم كيجي مختلف تماما على السمك اللي كنحضروه دائما، ما كيتشربش الزيت من داخل، وكذلك كتجي فيها كاين واحد القرمشه. ننصحكم تجربوه هكا وتناولوه، هو مازال سخون كيكون رائع. المهم نتمنى ان شاء الله تنال اعجابكم الوصفه ديال اليوم ولا الفكره. الى عجبتكم الوصفه كما العاده ما تبخلوش عليا باللايك ديالكم، ارائكم وكذلك تعليقكم. نتلاقاو ان شاء الله فيديو اخر وصفه ثانيه. مع السلامه.